خلال الأزمة تعرضت البنية التحتية للري لأضرار جسيمة، مما أدى إلى نزوح المزارعين من قراهم وعدم زراعة أراضيهم. قامت الفاو بإعادة تأهيل 15 مضخة ري بكل مستلزماتها. الاستهداف اللي تم من قبل منظمة الفاو لصالح مجموعات الري وإعادة صيانتها وتأهيلها طبعاً كان موجه باتجاه الجمعيات الفلاحية التي كانت موجودة مسبقاً ولها تنظيم إدابي في بعض الأحياء، وتم هيكلة الأخوة الفلاحين في تلك المنطقة من قبل عناصر مديرية الزراعة وتنظيم أدوار السقاية وتنظيم مجموعات السقاية، بالإضافة إلى تنظيم عمليات الحراسة وعمليات الاستثمار الأمثل لهذه المحركات. خلال الأزمة أيضاً تعرض قطاع الزراعة إلى أضرار أخرى غير البنية التحتية للري، منها نقص حاد في المدخلات الزراعية كماً ونوعاً. قامت الفاو أيضاً بدعم مشروع إعادة مكاثرة الأجيال المبكرة لبذار القمح وأيضاً لمحاصيل أخرى كالشعير والعدس والحمص. هذا الحقل تم ريه حديثاً وتم توفير المدخلات الزراعية المناسبة من بذار ذو جودة عالية، ونتيجة لذلك نتوقع إنتاج مرتفع يصل إلى ما يزيد عن 4 طن في الهكتار. نتيجة للتكامل بين مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية للري ومشروع إكسار البذار الأصناف السورية المعتمدة، سيؤدي ذلك إلى دعم استقرار المزارعين في قراهم وتحسين سبل عيشهم، مما سيساهم في تعزيز الأمن الغذائي في محافظة دير الزور بشكل عام.